السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. الله يزيد فضلك. عندي استفسار بعد إذن حضرتك. أنا وقع علي ظلم. يعني فأنا دلوقتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أعف عن من ظلمك. نعم. وسل من قطعك. طيب أنا ربنا مني علي الحمد لله أنا بحفظ قرآن وصوتي طيب ونعمه كتير علي وهداني بس أنا مش عارف أوصل للمرحلة أو مش فاهم الحديث بالمعنى بتاعه. هل أنا فهمي إن هو بيظلمني مثلا حاليا فأنا أعفو عنه ولا بعد ما الضرر؟ والله يا أخي الكريم إن كان العفو لن يضرك فاعفو عنه أفضل، أما إذا كان العفو سيحمله على الاستمرار في الظلم فلا تعفو إذن. يعني ما أنا دلوقتي هو الظلم بتاعه وقع علي أنا أساساً كده مش عارف إن أنا أجيب حقي. من عارف يعني هل بإمكانك أن تعفو ولا ما بإمكانك أن تعفو؟ أنا مش عارف إن أنا أوصل حتى للمرحلة بتاعت العفو. يعني أنا بجهد في نفسي إن أنا أعفو. طب أنا أعفو إزاي وهو بيظلمني أساساً؟ أنا مش عارف ولا الضرر لما يروح مني أو إن أنا ما زال ظلمه مستمراً؟ نعم. ما زال ظلمه مستمرا لك؟ ما زال الظلم لم يرفع بعد، لم يأذن الله. ليس عليك اسم. الاسم عليه.